واحد يقول أنا فخور بأني عاق والدي، فين فاخر في هذا والعياذ بالله؟ هذا استقلال، أنا استقليت عنه رأيي وحريتي وشخصيتي و... وإذا حد يفتخر بعقوق الوالدين، ما حد يفتخر بعقوقنا. إذا واحد فخور أنه والعياذ بالله في شيء من المعاصي الفواحش، بدل أن يتعامل مع ستر الله عليه بالتوبة والرجوع، لا عاد يفاخر بها ويتظاهر بها أمام الناس ويفتخر بها ويسوي يوم فخر لها، هذا بله. تفتخر بإيش؟ تفتخر بالبلاء، بالمصيبة، بالخسة، ما حد يفتخر بهذه الأشياء. يعني الذي عنده شيء من الابتلاءات مشفق عليه، نسأل الله لنا وله السلامة. كلنا لدينا أنواع من الابتلاءات المختلفة، كلنا معه ابتلاء. فإذا نظرنا إلى مبتلى ما ننظر إليه بالاحتقار، بل ننظر إليه بالرحمة. كلامنا عن الذي يفاخر بالجاهر ويفاخر بمعصية الحق سبحانه وتعالى، من النقوص عن فطرة الله سبحانه وتعالى. أنا مسكين أيضا نشفق عليه، ندعو له بالسلامة، لكن هذا إن كان في بلاد الإسلام لابد يعاقب. كيف يعاقب؟ تذبحوه؟ لا، ما نذبحوه، ينعاقب، يكون في قانون في الدولة، لأن هذا يدعو إلى السوء. هذا ليس فقط اختار السوء، هذا داعي إلى السوء، ينشر السوء بين الناس، لابد من عقوب، هذا ينشر الباطل بين الناس.